السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني وأخواتي، معكم مصطفى من قناة هاريتيوب من مواليد 1984 بمدينة الرباط وأقطن بمدينة سالا. موضوع اليوم إخواني وأخواتي غادي نتكلموا على الويب أو على اليوتيوب المغربي بصفة عامة. واش اليوتيوب المغربي كيعطي صناع المحتوى والناس اللي كي يخدموا على القنوات ديالهم، ولا بكل صراحة كيعطي أصحاب روتيني وأصحاب الفضائح وأصحاب كشف المستور والأخبار الزائفة ويعني الأحداث اللي كتروج في الساحة سواء وطنية أو الدولية أو الاقتصادية، ما على باليش. المهم إخوان أخواتي، السبب ديال هذا الفيديو، السبب ديال هذا الفيديو بسيط إخوان أخواتي. كل ما في الامر بغيت نتكلم معكم وبغيت ندردش معكم في موضوع اليوتيوب المغربي والترندات المغربيه. واش هاد الزخم ناتج علينا حنا كنتفرجوا فيهم، يعني واحد الفئه كتفرج فيهم وكتعطيهم واحد الاهميه وكتعطيهم واحد الزخم وكتعطيهم واحد لا بوبولاريتي باش كيوصلوا الشهره؟ واش المشكل فينا حنا ولا فيهم هما؟ حيت يقدموا واحد المحتوى، ما غاديش نقول لكم حصري، محتوى كله فيه الفاظ نابيه، فيه هذه الدبزه مع هذا وهذا الدبز مع هذا وهذا بغى يتنازل مع هذا وهذه طلعت في البيسين ما عرفت شنو. ما فهمناش واش هذا هو ترند ديال اليوتيوب المغربي. خويا خوتي، انا بصراحه فاش كنبحث في الترندات الاجنبيه والاسيويه كنلقى الترند ديالهم في شي فرقة موسيقية، شي حاجة ديال الكورة مع الإمالة، شي حاجة تعليمية، شي واحد اختار شي حاجة، شي حاجة دايرة دايرة واحد ضجة عندهم طبيعي الحال. ولكن فاش كتدخل اليوتيوب يعني المغربي، أو كتدخل القائمة ديال الترند المغربي، شنو كتشوف فيها؟ أصحاب الروتين اليومي، أصحاب شنو غادي نقول لك، الفضائح والشوها، يعني هادشي كيطلعك هكا، يعني كيطلعك هكا نيشان. ولكن واش الا تبعتي المحتوى ديالك استسمح، راني كندير هاد البث بكل عفويه اخواني اخواتي، ما كاين لا مونتاج لا والو، كيف ما كنحط حدايا لا سكريبت لا والو. داكشي اللي كاين راني كنترجلو كنترجل، يعني كنقول داكشي اللي جاني على البال ديالي كنوصلو لكم. يعني كتعرفوا ان الاخوان الاخوات بداو كيديروا اليوتيوب وكيفتحوا قنوات، لماذا؟ باش يحققوا واحد الارباح. كل واحد على حساب الهوايه ديالها ولا الهوايه ديالو. كاين اللي كدير الطبخ، كاين اللي كيدير الجيمنج، كاين اللي كيدير التقنيه، كاين اللي كيدير الفلوغات، ما كيهمش مادام كان محتوى نقي اللي غادي يوصل الاسر المغربيه او الاسر العربيه او حتى العالميه، كيكون محتوى جميل. حنا بصراحه انا عن نفسي ما كنشجعهمش، والله يسهل عليهم، هذاك رزقهم، ما غاش نوقف في الرزق ديالهم. ولكن حتى حنا اصحاب القنوات الصغيره، يعني انا اعتبروني من اصحاب القنوات الصغيره، ما غاش نقول لكم عندي 54000 يعني زهر رضات الوالدين كرم الله سبحانه وتعالى. المسألة وما فيها إخواني أخواتي، كل واحد دار قناة ونشأ قناة، نكونوا واقعيين، عنده واحد الأمل أنه تعيد عليه بواحد الدخل مادي وتعاونه في الزمان. بطبيعة الحال حتى أنا واحد من هاد الناس إلى فتحت هاد القناة إلا باش نعاون نفسي، الحمد لله يعني حالا طيبا والله يسهل على الجميع. غادي نقدم لكم اخواني بعض النصائح، يعني في تجربتي الشخصيه انايا في اليوتيوب. بديت القناه تقريبا هذه السنه، تعرضت القناه ديالي عده مطبات لاني ما كنتش فاهم الخوارزميه ديال اليوتيوب، ما كنتش فاهم بعض القوانين، ما كنتش كنعرف بعض الامور اللي خصني نديرها واللي ما خصنيش نديرها. كنت غير كما كنقولوا كور وعطي العور غير كنت كنخربق. معليش، دفعت قناتي للمراجعه ترفضات، خدموا معايا الاخوان، نطلبوا يا ربي يشافي الصديق ديالي امين من الجزائر، راه تعبان شويه، دعوا ليه بالشفاء العاجل ان شاء الله. اكيد سلمى جيمر، سليمان، ديدا، مايسكود، مريم في الكويت، روان،
تحية أنا المشاكسة، باش ما تقولكش أختي من الجزائر ما كتسولش فيا. تحية أنا المشاكسة أكيد، الأخ ديدا، إسحاق، سامية، مقهى أونلاين، دودو هانجي، إيما، شانيل، جوجو، جانا، أم أدهم، يعني كل إخوان أخواتي اللي ذكرتهم ولا ما ذكرتهمش هما مشكورين على الدعم ديالي في القناة هذه. المهم إخواني، نرجعوا الموضوع ديالنا، رجعوا الموضوع الأساسي اللي كنت كنتكلم فيه. بيني وبينكم، علاش كينجحوا غير القنوات اللي كيجيبوا الفضائح؟ علاش ديك القنوات اللي كتجيب الفضائح وكدير داك الشيء الروتيني؟ يعني ما كنضش هذاك الروتيني العادي، يعني وحده لابسه مزيان وكدير الوصفات وكتخمر وكتعطيكم طرق العنايه في البيت وكتجيب لهم بعض الاساليب باش يطوروا المنزل ديالهم. الا انا كنهضر على ديك الروتيني اللي عارفين ديال الروتيني، اللي كل واحد كيبين ثلاثه وكتبين ثلاثه، كتلقاهم طالعين تاني تلقى قنواتهم على التفاعل. هادشي باش راه واحد الفئه هي اللي شاده التليفون وكتفرج فيهم ديما. شنو غادي نقول لكم؟ عطاتهم الوقت. اللي غادي نوصل لكم اخواني اخواتي، حتى نتوما ما تلاشيوش، خليو عندكم داك الصبر، خلي عندكم داك العزيمه، تكون الاراده ديالكم قويه، وان شاء الله تحققوا داك النجاح ديالكم غير بالصبر. راه كيف ما قلت لكم، حتى انا قناتي ما تفعلتش في المراجعه الاولى، من بعد 3 ايام ردوا لي اني نعاود نفع قناتي مراجعة من بعد شهر. من بعد شهر ان شاء الله قديت قناتي، نسقت قناتي، حطيت فيديوهات خاصه بيا. وكنقول لكم، كل ما كتنزلوا اخواني واخواتي الفيديوهات ديالكم الحصريه، كل ما اليوتيوب كيرشحها، كل ما كان عندكم واحد التفاعل، لان الانسان كيبغي يشوف داك الشخص اللي صاحب القناه واللي صاحب هذه القناه. هذا ما كيعنيش ان بعض القنوات ناجحه كيديروا في الطبخ، كيديروا في يعني في الحرف التقليديه، ما كيمنعش انهم ما كاينوش ما كيبانوش، ولكن يخليوا البصمه ديالهم، يتكلموا، يشرحوا الطريقه ديالكم، حاولوا ما ديروش الاغاني، حاولوا انكم تهضروا وتوصلوا الفكره لذاك المتلقي او ذاك المستمع. طبيعه الحال اخواني اخواتي، راه بالصبر ثم بالصبر غادي توصلوا ان شاء الله. الى حسبتوش شحال مره كندير هكا. المهم ما عليناش، فين خلينا؟ خلينا اخواني اخواتي، انا درت التجربه على هذا الفيديو، طلع ترند وشوفوا كل المغاربه وكل اخواننا في العرب، وتحيه للجزائر، خوتنا المصريين، الفلسطينيين، الاندوريين، السعوديين. تحيه الاخ الحمري، شكرا بزاف. الاخ انوار بيتزا في المانيا، حمودي في تونس، كل اخواني واخواتي. ايوا المهم، هذا ما كان، درت معكم هذا الفلوق. بصراحة بغي نشوف التفاعل ديالكم. كنشوف شكون اللي داز حدايا انايا، واحد الدري هو الكليب ديالو. انا كاز الجريدة هكا، الجو زوين كما كتشوفوا. الحديقة ديال المنزل، يعني كيف ما كتشوف اخواني اخواتي، وحنا هاني رجعت لكم في الفيديو. كيف ما قلت لكم، الله هذا الفيديو طلع ترند، ونتمنى ان كل اخ واخت عندها قناه تشد فيها وتصبر، واكيد اكيد اكيد غادي توصلي ان شاء الله. قديت غير الكاميرا، قديت لي كليبراج، حطها على داك البي بي، داك الحامل ديال الهواتف. ان شاء الله غادي توصلوا اخواني اخواتي، الى ركزتوا في العمل ديالكم، الى حطوا المحتوى الحصري، نسقوا في العناوين، في الصوره المصغره، في الكلمات الدلاليه، وما يهمكمش القيل وقال، خدموا على قنواتكم. ميمكنش بين عشية وضحى القناة ديالك غادي تولي قناة مشهورة، ولكن بالعمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل، ربي كيسخر لك. وان شاء الله هذه دعوة نتمنى تقبل ليا، يا ربي اللي عنده شي قناة وعندها شي قناة، ربي يسهل عليه وربي يسهل عليها، وان شاء الله غير بالخدمة وبالتعاون. واحد النصيحة اخواني اخواتي قبل ما انسى، انا كنت داخل اليوتيوب وكنقلب،
ونلقى واحد المقال ديال واحد اليوتيوبر على ما اظن مصري، قال لك راه واحد التحديثات ديال فيما يخص جوجل ادسنس غادي يزيرو. حاولوا اخواني اخواتي، انت فعلتي قناتك ولا انت فعلتي قناتك، ما ديرش داك الطرق الملتويه، ما ديرش الفي بي ان، ما ديرش المتصفحات، راه الادسنس غادي وكيصعب، راه اليوتيوب غادي وكيصعب. اليوم كتعرفوا ان الشروط مش حالي كانت غير 10000 مشاهده ما كانوش سوايع، ولكن فاش عرفوا الناس اليوتيوب ان الناس كتشري المشاهدات وكتشري المتابعين، زادوا السقف ديال 1000 ابوني و 4000 ساعه وتحقيق من خطوتين واشياء كثيره. من هنا لقدام والوقت شنو غادي يخبي، ما تعرفوش شنو هما الشروط اللي غادي دير اليوتيوب. يعني اخي سواء فعلتي قناتك ولا ما فعلتيش قناتك، التزم بقوانين اليوتيوب. ارجوكم انكم تلتزموا بقوانين اليوتيوب، ما تبقاوش تدخلوا تسمع هذا قال لك فلان دير هذه الطريقه راه غادي تطلع لك المشاهدات، دير هذه الطريقه غادي تجيب لك الدولارات بزاف، وانت راه كدير قناتك ولا انت كديري قناتك بواحد الطريقه اللي ما قصدهاش، ولكن راه في الاخر راه انت اللي تبعتي هذيك الشروحات. سيروا الطرق اللي كتعرفوا عليها، خدموا على السيو، راه كاين مواضيع كثيره، خدموا على الكلمه الدلاليه، العنوان، على الصوره المصغره، حاولوا تبارطاجيو، وان شاء الله بطبيعه الحال غادي توصلوا للنجاح والتوفيق لكم. والله هذا الفيديو يطلع للعالميه ويطلع الترند ويشوفه كل المغاربه، ولما لا نوصلوا 100000 في اقرب وقت. تشاو تشاو، تحياتي لكم، كان معكم مصطفى من قناه على يوتيوب. فرقوا هذا الفيديو باللايكات، اللي ما مسجلش في القناه يسجل في القناه. ما تنساوش اخواني فعلت ميزه ديال الانتساب. ميزه الانتساب شنو هي؟ كيفاش كل ديال الدونات، يعني انسان كيتبرع عليك، الله يخلف عليكم، الله يخلف عليكم اللي كيسمع هذا الفيديو ومسك عليه الله، ينتسب في القناه. راه كاين الداعم البرونزي والداعم الفضي والداعم الذهبي باثمنه جد مناسبه شهريه، لما لا تشاركوا في الانتساب. ورا كل ميزه عاطيها بعض الخاصيات، يعني ميزه ديال الداعم البرونزي ماشي هي الميزه ديال الداعم الفضي، ماشي هي الميزه ديال الداعم الذهبي. كل واحد عنده الامتيازات ديالو، منها تواصل معايا، منها اخر مستجدات. وهذا ما كان، السلام عليكم.